ما يمكن نقول بأن الوكالة حالها هي اللي يعنيها الأمر ديال التنمية ديال جهة، وإنما كاين معها شركاء، وشركاء العديد منهم تقاس تقاس مباشرة. وأخص ذكر السنوات الذين رأى مساهمتها بهذه الجهة ضعيفة ومحتشمة وغير مسؤولة، وهذا كذلك يتجلى يوما بعد يوما بعدم التزامها بالموضوعية والشفافية من خلال بيع منتوجها. السيد الكاتب العام البيع ديال المنتوج كاين يتم في العيون، وكتنطرح اللوائح مباشرة للناس في العيون، واختار سيدي واحكم وخلينا احنا ذاك اللي ما هو نافع. ومنين يجي هون كتدرعي مزايدات ثانية، وهذا غير مقبول ولا معقول ستو عام. ناهيك عن التصريح الإداري غير مسؤول بهذه الإدارة. الإدارة راه كاين أحياء شحال هادو جاهزت مع المؤسسة وشرات من الناس فضتها، واليوم ما عندهم حتى ملكية. اليوم من حق الآن عدلوا أكثر من 20 سنة. راه ما يمكن نتكلموا عن التنمية إلا ما كانت عندنا ضمانات ديال التنمية، إلا ما كانت عندنا ضمانات ديال العقار، إلا ما كانت عندنا أمور اللي ملموسة. راه كاين أحياء، كاين حي واد الشياف، كاين حي الخليج، كاين حي النهضة، هادو مازالين الآن للتحفيظ ديالهم والمشاكل ديالهم مع العمران قارب ما يلين من هذا. هذا راه ما يمكن نسكت عنه ولا خاصنا نسكتوا عنه ولا نسكتوا عنه. في الأخير أهيب منكم السيد الكاتب العام حاث جميع الإدارات لتسهيل وتعشير المصادر الإدارية بالدفع لاستثمار الألمان، وشكراً.